حلب اعتصام امام مكتب الحياه، اعتصام الاحرار، لا تشبط لا تشبط تضامن مع كل شهادات سورية والمصابين والمصابين من قبل امام المستشفيين، يعتبر مركزين حساسين في المدينة، يصل بين مطار السيف الدولي ومطار الجمالية. الان الناس تجلس على الارض. مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. فدا رايت الناس يقولون بدين الله يا خالد، ولك الحمد ربك واستغفره انه اتلاف اعتصام الاحرار والحرائر. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله الصمد لم يلد ولم